تورجت الواقعة عند ملتقى سهلي طفرة وأنجاد الجاثمة بين مرتفعات المقام وجبال بني يزناس ودبدو والريف، منطقة منخفضة حالت سلاسلها الجبلية دون تسرب الهواء الرطب إليها، فسادها مناخ جاف يلطف من حدته نهر زاء السخي المتدفق، وتخفف من حره أشجار الزيتون الظليلة ذات الزيوت الأصيلة الصافية. ما بين سنتي 1908 و 1909 استغلت فرنسا استراتيجية كودية توريرت، فأقامت عليها محطة لمراقبة المنطقة وجعلتها صلة وصل بين باريس ومستعمراتها في إفريقيا، بنصبها برجين حديديين فوقها يربطانها لاسلكيا بالإدارة العامة بفرنسا. معالم هوت مثيلاتها بكثير من الدول، وبقيت هي صامدة تشهد على مرحلة عصيبة من تاريخ المغرب، وتعيد إلى الذاكرة ما قاست الأهالي في الدفاع عن الأرض والوطن. برجان لا زال واقفين يذكران عهدا ولا يحمل ذكرى ميلاد مدينة توريرت، يطلان على أطلال معالم أخرى طالها الهجر والدمار، فدكت وصارت خرابا يحكي تاريخا ولا من غير رجعة، كالملاح الذي كان يسكنه اليهود وينظمون به حياتهم الاجتماعية، والذي كان مركزا تجاريا يمتهنون به أهم الحرف ويمارسون به شعائرهم الدينية. لقد تغير وجه المدينة بزوال معبدها اليهودي ودمار كنيستها المسيحية التي لم يتبقى منها إلا الأشلاء والحطام، لتفضل المدرسة المختلطة التي أحدثها الفرنسيون منذ عام 1914 والتي سميت فيما بعد مدرسة علال بن عبد الله، مأثرة لا تزال قائمة تصل الماضي بالحاضر. مدينة العراقة والصمود بمآثر ظلت قائمة تصارع الزمن، تذكر بالتاريخ وسالف العهود، تحرسها أطواد صخرية ونجود تستمد منها القوة والصلابة والجمود. هذه المنطقة الكفيلة بأن تكون قطبا سياحيا ومادة دسمة لدراسات وأبحاث تاريخية تشهد على القدم والاستمرارية وتؤرخ لأجيال وقرون ماضية. إن كان استقرار الإنسان بتوريرت مقترنا بعهد الاستعمار، فإن الأطلال بضواحيها تعيد زمن تعميرها إلى أبعد من ذلك. أمام قلة المراجع وانعدام المعلومات والبحوث الأركيولوجية، تبقى الذاكرة الشعبية وروايات الشيوخ الشفاهية السبيل الأوحد للوصول إلى الحقائق ووضع المنطقة في إطارها التاريخي الصحيح. بوضع الحجاج بوضع عبد السلام، الله يطول لك العمر. امين حنا وياكم. امين يا رب. كنت غير نسولك، واش انت ملي كنتي صغير عقلتي على هذا البنيه هكا داير ولا كان الناس ساكنين فيه؟ سبتو هكا يا ولدي. ما ساكن فيه حد؟ لا، خذيهم كلهم، لا هذوك ولا هذوك، لا هذو اللي قضينا هكا ولا هم واحد واحدين اخرين راهم شق هذا الراقب هذا مورانا موراهم، راه ثم شي واحد اخرين. هذاك البنيه قبل فرنسا ولا من بعد فرنسا؟ قبل فرنسا. شحال بزاف كاع؟ قبل. واش كانوا كيقولوا الناس القدام عليه؟ واش كانوا فيه هادو بنيكولال؟ بنيكولال اللي هبطوا لتحت. اييه هادو هنا. علاش هبطوا لتحت؟ ها علاش خلاو هاد البنيه ومشاو لتحت؟
قال لك انت الوقت شين هذيك الوقت راك تشوف غير ما شكون طلعوا تما. الماء ما كاينش. اي وير. بحلولنا بمتجر المقام الذي يبعد عن توريرت بنحو 65 كيلومترا، بدا شح المصادر جليا يحول دون معرفة تاريخ ابتداء تعمير المكان. هذا التجمع السكني التابع إداريا لجامعة سيدي الأحسن، والذي اكتسحته اليوم مباني إسمنتية عصرية عوض المباني العتيقة الطينية، يعتبر من أقدم التجمعات السكنية بكل الجهة الشرقية، ويمثل تحولاً لنمط عيش وانتقال الإنسان التوريرتي من حياة بسيطة بدائية إلى حياة أكثر تحضراً. منذ القدم ساعد توفر العيون والمجاري المائية على الاستقرار بهذا المكان. هنا وككل التكتلات والتآلفات البشرية، قامت قرب هذه الموارد المائية تجمعات سكنية شكلت نواة لأسر شهيرة كثيرة، انحدرت من الشيخ الشريف بالقاسم أزروال الذي جاء من فاس ليتخذ له خلوة بالمكان للتعبد والانزواء عن كل ما يهدد حياته. الآن كتواجدوا في واحد المكان اللي كيتعتبر اقدم كهف في هذا المكان نتاع المقام، وهذا المكان استوطنوا واحد الشريف كيتسمى بسيدي بلقاسم زروال. هذا سيدي بلقاسم زروال اللي جا من بني وراين، جبال ديال بني وراين، واستوطن هنايا واتخذ هذا المكان كملجأ ليه وكمكان ديال الاستقرار ومكان ديال العباده. وكان واحد الابن ديالو هنايا اللي كيتسمى سيدي الحسن، وعليه تسمات كاع الجماعه الترابيه هذه اللي توجد فيها هذه المآتير التاريخيه، تسمات بجماعه سيدي الحسن، وهي الى الان تحمل الاسم تاع والحفيد ديال هذا الولي الصالح سيدي بلقاسم زروال، حيث كان يتعبد في هذا المكان، وكيتسمى حاليا عند الساكنه هنايا والابناء ديالو بالخلوه، لانه كان يختلي هنايا وكان كيتعبد. وهذا الولي الصالح اللي هو سيدي بلقاسم زروال كان البوابه ديال هذا الكهف ولا هذه المجموعه ديال الكهوف كان كيدخل لها من هنايا، وبالتالي حفاظا على الامن ديالو وحفاظا على الحياه ديالو، ربما كان هذا المكان كان ملجا غير معروف عند العموم، لان المنطقه كانت خاليه، وكان كيدخل هنايا بطريقه متستره ويدخل هنا ويتعبد ويستقر. ومن بعد هذا الشريف اللي تسمى سيدي بلقاسم زروال اللي كان يتعبد هنا، جاوا مجموعه ديال الاولياء الصالحين بما فيهم سيدي يعقوب اللي هو دفين تاع رشيده، يقال بانه كان يتعبد هو الاخر هنايا، واستوطن هو الاخر. هذه الكهوف هذه هنايا هي عباره عن اماكن كانت صالحه للتعبد، وحتى ان الهندسه ديالها كتحترم ذاك الاتجاه ديال القبله. هذه الكهوف كما كنلاحظوا فيها الملامح وفيها الاشارات ديال استعمالها في الحياه اليوميه، حيث كنوجدوا انها الاثار نتاع الدخان، بمعنى ان كان الانسان كيطبخ وكان كيستعمل النار في هذه الكهوف، وكذلك كيستعمل بعض الثقوب اللي ها هي الاتات ديالو والحاجيات ديالو كما كتلاحظوا، والاثار ديال البقايا ديال النيران ها هي موجوده بواحد الشكل واضح هنايا. بعد تكاثر حفادة الشيخ بلقاسم زروال، اتخذوا من مغارات الجبل المطلة على خلوة جدهم مساكن لا تزال تحمل العديد من الإشارات على أنهم شغلوها، وتشهد على كيفية استغلال الكهوف للسكن والتخزين وتدبير الحياة. مغارات وكهوف غريبة تحتاج إلى دراسة علمية عميقة لاكتشاف المستور، لأنها تؤرخ لمنطقة بأكملها سواء على مستواها الثقافي أو الديني أو العمراني أو السياسي. محطة جديرة بالاهتمام والدراسة والترميم، وذلك للحفر في ذاكرة المنطقة والاستفادة من تاريخها ولربط أجيالها الحالية بماضيها العريق.
هنايا كان الانسان القديم كيسكن هنا في هذه المغارات هنايا. هادو كانوا مغارات، هادو كانوا عباره عن مغارات وكان كيسكن فيهم، كان يستوطن هنايا، كان مجموعه ديال العائلات ولا الافراد كل واحد في الكهف ديالو ولا في المغاره ديالو هنايا. ومن بعد منين تطور بدا كيبني هاد البنايات هادو هنايا على على شكل واحد الحصون وواحد القلاع. وهاد البلاصه هنايا كانت كتسمى الحوش، ولا حدود الان مازال كيسميو هاد البلايص اللي فيها كيسميوها الحوش لقضاء حوائجهم ولا يعني للمسائل اللي كتهمهم في الحياه اليوميه ديالهم. السكن الاول ديال السكن الاول ديال المنطقه. وهاد البلاصه هنايا كتعتبر من اقدم التجمعات السكنيه، التجمعات بالمنطقه الشرقيه. هذا كان عباره عن خزين، وهذا عباره عن خزين الحاجيات ديال الانسان فين يوضع الحوايج ديالو، ممكن مثلا باله ولا فاس ولا مدرات ولا اللي يحتاج لها في العمل ديالو كان يوضعها تما الصباح ملي نوض يجبدها من تما، ما غاديش يديرها معاه في المحل فين كينعس. كما كنلاحظوا هاد الكهوف منين ما بقاش يتم الاستعمال ديالها لجؤوا الى هاد البنايات. وهاد البنايات كما كتعرفوا انها عندها واحد الصبغه تتشبه الهندسه المعماريه اللي كانت في العهد ديال المارينيين وفي بناء القصبات والحصون والقلاع في العهد ديال مولاي ادريس مولاي اسماعيل. ولكن هاد البنايات حتى هي بدورها تعرضت للاتلاف والهدم نظرا لمؤثرات طبيعيه، بالخصوص هذه المنطقه هي منطقه جبليه كيسقط فيها الثلج بكثره، والثلج كيأثر عليها وكتسقط يعني كل عام كيسقط واحد الجزء معين. والكهوف ها هي حتى هي بدورها كاين اللي تردمت، بحال هنايا راه كاين كهف وراها تردم. هذا كهف اخر كذلك راه كان عميق غير مع تقادم ديال الزمان ولا كيعمر بالتراب ويعمر بهذا، وبقاو كيوظفوهم حاليا للمشيه ديالهم والحيوانات ديالهم كيديرهم فيها. هذا الانسان راه كان يطلع بالدروج هنايا، هنا من هنا الدروج كان عالي، هذا كان عالي ممكن راه كانت دروج هنايا. كنلاحظوا بحال شي بنيه، كنلاحظوا باللي انه منين حفر هذا الكهف، هذا الكهف الصغير في كهف حاول يبنيه باش يدير منه واحد الباب ربما باش يدير هنايا الامتعه ديالو ويبلع عليها بواحد الشكل محكم، لان الا خلاها مفتوحه ربما كان يخاف يتعرض للامتعه ديالو للاهمال ولا الاتلاف. اذا بنى يعني بنى هذا الحائط، راك تشوف باينه بنايه، هذه بنايه بنايه بالحجاره والتراب فقط، ولكني حاول يجيبها مع هذا الباب ديال هذا الكهف وهو باب صغير جدا. فهمت؟ وهنايا كان يستعمل الامتعه ديالو. وكنلاحظوا بان هذا المكان فيه هذا الحمام اللي هو كان هاد الاماكن السوداء الاثار ديال الدخان باقي كثير هنا، باقي كثير هو الدخان، لانه ما عندوش مني كان يتسرب كيدور الدخان غير هنايا يطيب هنا ويطيب هنا ويسكن هنا وينعس هنايا كثير كثير. واه شتيه انا استاذ تقريبا ماشي من عادي يكون هاد استاذ راه تكون هادي واحد تقريبا واحد 8 و 9 ديال القرون هكا، فهمت؟ تقريبا، لان حتى الدراسات التاريخيه ولا ما كتنصفش المنطقه، تجي تبحث هنايا وما كانش مراجع، وهذا هو اللي يعني كاين واحد الاهمال اللي يهتم باش يدير شي بحث على المنطقه، يعني كاين واخا كتكون اهتمامات كتكون محتشمه وبسيطه جدا وسطحيه والامكانيات ما كايناش وهذا، فلهذا هاد المآثير كلها غادي تصبح ذات يوم في خبر كان، لانها
بفعل فاعل وبفعل الانسان هو اللي هملها، هو اللي ما ولاهاش الاهتمام. واليوم الحمد لله كل شيء الوسائل، التاريخ ديالنا هو التاريخ ديال الانسان. الا فقد التاريخ ديالو راه فقد الماضي دياله، لان كل انسان بتاريخه، كل انسان بمرجعيته. اذا فها وهذا راه جزء كنشموا فيه الرائحه ديال الانسان القديم، كيفاش كان يعيش، كيفاش كان يقاوم الطبيعه، كيفاش كان يبحث عن سميتو الكسب والوسائل ديال العيش ديالو. حسب هذه الروايات الشفاهية، يمكن اعتبار المقام ذاكرة تاريخية مهمة تستدعي الكثير من الصيانة والعناية. لكن ما مدى صحة هذه الروايات أمام غياب الدلائل التاريخية الأركيولوجية؟ أهي مجرد حكايات وتآويل من صنع الخيال؟ أم حقائق تناقلت الأجيال سردها بصدق وأمانة؟ سؤال يتطلب نبشاً في التاريخ وبحثاً عن براهين مادية محسوسة تؤكد ما يروى عن مواقع الجماعة الأثرية والتاريخية والثقافية. الجبل المدعو 44 ولي نموذج للمواقع التي حكت حولها العديد من الروايات المحتاجة إلى تأكيد أو تفنيد. أربع وأربعون ولي اسم التصق بقمة من قمم جبال بني يزناس المطلة على توريرت. كتلة صخرية تعلو لأكثر من 1300 متر تتميز بالعظمة والضخامة والجمالية. نحتتها عوامل التعرية فصيرت أعلاها مكانا مسطحا تكسوه حجارة صلبة جافة. هذاك الجبل لا فوق واه هذا اللي كنشوفو ماشي هذا لا 44 ولي راه اجي لهنا. موقع دأب التوريرتيون على إعداد الولائم والصدقات به تيمنا ببركة الأولياء الصالحين الذين يعتقد أن جثامينهم ترقد برحمه. هذا الفوق ثم القعدة الفوق ثم الحال مواطي. أي واحد البلاصة فيها الحجر. هاي الحجر فيها واش كاينين 44 نيت والي تما ولا لا؟ لا غير كانوا يزوروا داروا لها 44 ولي. ما فيها لا قبر لا والو. لا الخبر ما كانش كانوا يزوروا بكري. منين انت شحال هذه بزاف د الوقت بحال درك انت تجي هنا تزور والاخر يجي هذا يزور هذا واحد المره بحال واحد المره في العام ولا كل كاين شي كل ساعه يمشي يدير ربعه كل ساعه طلع لدابا لدابا ماشي كل ساعه طلع الربعه ما كيديروش واحد العام واحد الوقت في العام كيمشيو كاملين الناس لا يمشيو غير طرف بحال غادي يديروا نديروا ثم الصدقه يطلعوا الغاشي يطلعوا يتفقوا ويمشيو. اييه غدا قالوا شي وحدين غيطلعوا غدا غدا ثاني يطلعوا ثم ما غاديش تمشي انت 100 تراس ولا 200 تراس ولا ما تعرف غتمشي انت لا؟ لا ما نقدرش ولدي انا مريض كنت نمشي اليوم لا ياك عييت وين الصدقه غاديرها تما ان شاء الله ان شاء الله الله يقبل. هاد التسميه نتاع 44 ولي كيختلفوا فيها الناس والاشخاص من فرد الى اخر. هناك من يقول بان كانت محج وكانت مكان وكانت مستقر ديال واحد المجموعه ديال الاولياء، وهذا معتقد عندنا في المنطقه الشرقيه ان كل منطقه الا وانهم كيحاولوا
يربطوها بواحد الوالي ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا الى غير ذلك، وفي حين ان هذه مدينه توريرت ربطوا هذه المنطقه ديالهم بوالي صالح بمجموعه ديال الاولياء الصالحين اللي هي 44 ولي. ولكن عندما كنمشيو تما كنحاولوا نستقريو المكان وهذا كنوجدوا ان اين كان يوجد هؤلاء الصالحين المعروفين بمكانتهم الدينيه. بسطح الجبل لم نجد حين بلغناه ما يؤكد كونه مقبرة للأولياء، لكن كثرة الملاجئ المبنية أعلاه من الحجارة ترشح فكرة اتخاذها خلوات للانزواء والتعبد. لا شك أنه اتخذ مكانا للتزهد والتنسك لعلوه وبعده وسكونه. هناك كذلك من يذهب بعيدا ويقول بأن هذا الجبل كان منطقة عالية، والمستعمر الفرنسي كان دائما يشتغل ويعمل على المناطق العالية لترقب وتتبع تحركات ديال الناس. كان تما عنده واحد المحطة اللي هي محطة نتاع الإرسال، وبالتالي هناك بعض الاشخاص وبعض الناس اللي كيقول لك بانها ما تسماتش اسمي ارتباطا بهذا الاولياء الصالحين، بل لها ارتباط باسم اطلقه المستعمر على تلك المنطقه كتسمى بليكارونت كات فالي لي فالي، لان ديك المنطقه موجوده انها ملتقى ديال مجموعه ديال الشعاب والوديان كتلقى في واحد هذا باش كتصب في الواد اللي هو الاصل والام هو وادزا. إذن هذا فريق له أفكاره، هو يعتقد ويؤكد أن المستعمر هو من أطلق هذا الاسم نتاع لي فالي، وذي كان تنطق بالنسبة للغة العربية، وكان توجد في الدراسات والبحوث الاستعمارية بلي فالي وسميت باللغة العربية والي. رغم ذلك يبقى أهل المكان متشبثين بما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، يقومون بالحفلات والمواسم أعلى الجبل ويقدمون به الذبائح والصدقات تبركا بالأولياء الذين يعتقد أنهم مدفونون به. عبد السلام بوضة أحد المنتمين لقبيلة بني كلال والقاطنين بقرية أسفل الجبل، يقدم للأولياء المزعومين صدقة عبارة عن كل مستلزمات المأكل والمشرب وعن عجل سيرسله لهم في اليوم الموالي مع بعض شباب القرية لعدم قدرته على التسلق والصعود. كاين الوعر الجبل واعر، شكون غايديها من هنا حتى لتما؟ قود الدراري على رجليها. تمشي هي راسها؟ لا رجليها. شوف جوج ولا ديال الناس ولا ثلاثة ولا أربعة يسوقوها حتى لتما الغشي ياسر. ودابا يطيبوا الناس تما وكل شيء عندهم فين يطيبوا؟ يطيبوا كل شيء تما، لا كلا وشراب لا تاي. يديو المعن وكل شيء. يديو الحوايج، يديو المعن، يديو الماء. الرجل الراعي. في اليوم الموالي انطلقنا باكرا لحضور مراسم الذبح. إن الطريق إلى أعلى الجبل شاقة وعرة، تزيد من صعوبتها درجة الارتفاع الشديدة وكثرة الحجارة المتناثرة على حواشي الجبل وأحدابه. هذه المشقة تضاهيها صعوبة الحصول على معلومات بخصوص هذه العادة، أصلها، تاريخها، كنهها ومكنونها.
مكان صخري موحش لا يكسر سكونه إلا نعيق الغربان التي تعاشش على أجرافه العالية. من كل حدب وصوب وعبر مسالك وعرة ملتوية يتدفق الناس على المحج فرادى وجماعات راكبين وراجلين. بعد نحو ساعتين من المشي الشاق المضني يتوقف العجل وسائقه للاستراحة وقد أخذ منهما التعب مأخذا. هيا مسكينة، أنا متى خرجت الصباح؟ خرجت الصباح عشان باقي بعيد. لا باقي بعيد في شيء ماشي بحالة شيء. لا شوية عملنا الطوموبيل قريبا. الناس باقي جايين، باقي الناس كاينين. جاو الناس جايين. هم بيتنا هنا شنو؟ كاين بيت هنا؟ ما عندهمش الخبر هكا جو غير أصحاب البلاد وصحاب الأخر، كان عندهم الخبر كلشي جاي هنا. أصحاب البلاد دوك المسالين دوك اللي جايين. ما براسهمش. براسهم، دوك اللي جايين كلشي جاي اللي كان عندهم الأخر. باقي بس بغات تاكل الربع. نستمر هاد المدة. ما نكاد نبلغ سطح الجبل حتى بدأت الأذكار والتراتيل تتناهى إلى مسامعنا وأخذت أصوات الحجاج تتعالى بالصلاة والسلام على رسول الله فتثير الهيبة والخشوع في النفس. وتعد هذه هذا المكان اللي كنسميوه 44 ولي محج ديال مجموعه ديال الساكنه ديال توريرت اللي كيمشيو تما وكيجتمعوا فيما بينهم ويلتقون وكتتم صله الرحم وكيتم التضامن والتعايش مع بعضهم البعض وفي جو من المرح وجو من الفرح وجو من حتى من سميتو الراحه النفسيه والراحه الجسديه لانهم كي يتجهلوا في عبر يعني عبر الايام السنه وكيتمشيو في اطار جماعات وفي اطار اسر وفي اطار عائلات وفي اطار حتى قبائل. الله على محمد وعلى اله وسلم. حبه فرض وحتم مدحه خيل وغلم ليس ياتي القلب هم للذي يشهد محمد. صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. افتح الله العوالم. وكيتلاقوا فيما بينهم ويذكرون الله ويترحمون على الأموات وبالتالي غادي كيكون هذا المكان اللي هو كيأدي واحد الدور اللي هو دور ديني ودور روحي في غرس مجموعة ديال القيم اللي هي قيم نبيلة وقيم جميلة في النفوس ديال اللي كيمشيو تماك. كان هو جيت من المستقبل جاي مع الطريق على الزايلة. وقتاش خرجتي؟ 3:30 3:30 ديال الليل نتاع الليل. إيه؟ جيت مع الطريق حتى لدوار بنيكولا باش نقطع الواد لقيت الواد حامل. رديت الزايله ما قدرتش تقطع عطيتها لواحد السيد عاود هبطت حتى لتوريرت وطلعت الى دوار بنيكولا هنا وجيت مع الطريق. هاد الصدقه هادي كنشوفوا الحباب دائما ونحيوا الرحم وكنفرحوا لهاد الصدقه بزاف. واش كل عام كتجي؟ واش ملي كنتي صغير كتجي ولا ملي عقلت كنجي؟
كل عام خلوها لنا جدودنا من اللي عقلت كنجي هنايا. انا عييت درك اخويا جوني العضلات ما هذا يلا عاد دابا وصل هذا وصل شكون بنيكوله دوار ولا دريس من الجر حتى لدابا المهم 4 ونص كيودنا المهم 5 قلعت غسل هذا الفجر وجيت راه عندك جبدات وربي يشهد عليا من 5 راهي 11 قل 6 ايوا وجيت الحمد لله الرياضه زينه للمواطن راه كون كان الطريق مخدومه وكاين الضوء هذا كون يجي الواحد باللوطو الى لهنا يكون تكون البلاصه كاع ما تكونش كاع والله الا هذا الطريق هذا اللي تخدمت باللون تاع الاستقلال والنهار اللي دينا الاستقلال خدم لنا الطريق من ابني كولان حتى لهنا حتى العلمون هاي من ذاك الساعه ما تخدم البصمه 44 والو هما فرنسا كان دارتها مرق الشوف وحنا سميناها 44 والي حنا كل عام كنديروا حنا الجو قبيل كنديروا الوعده هنايا وما عمروا هذه البلاصه تخوات يعني كل نهار تبقى انا 10 8 شي يجيب جدع شي يجيب دجاج شي يجيب هذا حنا عايشين هنا حتى 79 عاد هودنا من هنا ما كان لا طريق لا ما لا ضو كنا طلعنا مع هذا الزرف هذا هذه البلاصه ملي عقنت انا راه عندي 73 عام حنا جوج قبيل كل عام نديروا هنا الصدقه وكنا ساكنين غير في هذه الحومه هذه ايوا حنا ملي عاودوا لنا الناس كان يزوروا 44 والي والله اعلم واش نقول لك جدودنا كان خلوها لنا من جد لجد كان بلي زوريت ولاد المي اولاد الناس من العام للعام كنديروا هنا بقري كنا هنايا يعني والله ما كنا نخرجوا من هنا حتى تشدنا الشتا هنا في هذا الباب تحت ولاني اليوم الحمد لله اللهم لك دابا هذه البلاد ما بقى فيها حتى واحد هما 44 والي واحد السيد من اهل الله قال لي 75 والي اللي كتلم هنايا وهنا شافوهم الناس مباشرة هنا في هذه البلاصة قالت لنا واحد المرأة ديالنا قالت كي جيت هنا مع العصر قال لك لقيت الغزالات هودت من هنا قال لك الذرة ديالها بحال الدبان العجلة نتاع الدبان وهكاك تشوف سولت قالت له واحد ولي الله هنا كي يحلبها من العشية العشية كي يعيش غير بذاك الأخ ذاك الحليب ديالها والله أعلم خويا المنطقه حنايا ملي زدنا وحنا فيها فاش موقرنا وهو الجفاف والطريق ما كايناش الامكانيات راك عارف الماء ما كاينش الضوء ما كاينش الطريق راك تشوفها كي عارفينها شايفينها هذاك الشيء باش هجرنا الكسيبه دابا عندها ما تاكل في هذه الجهه ما كان لا معاونه ولا حتى حاجه ما توصلنا هنايا هاد الجهه حنايا ملي زدت جدودنا كانوا يديروا هاد الصدقه هنايا يعني كاع المنطقه جوج ديال القبائل كيديروا هنا من العام للعام كيتلموا هنا يديروا هنايا الصدقه كتجي كلشي القبائل ماشي غير حنايا القبائل ديالنا يعني جوج قبائل كتجي القبائل من كل جهه كيجيو كلشي كيجيو كيجيو ولاد سيدي علي يجيو الجاع يجيو ولاد الميدي يجيو ابن كولا يجيو صحراوه يجيو اي منطقه كيجيو كل شي منطقه يمكن يجيو حتى اصحاب الغرب كيكونوا هنا في توريد كيطلعوا اي واحد كيطلع منين ما جاو كيجيو هنايا دابا هذا الشيء ما عند الناس اللي هنايا راه ماشي غير يعني ولا غير هاد جوج قبائل كيجيو كل شي اللي بغى يزور كيجي هنايا كيسمع الصدقه كيجي المساعدين هذا قال لك بعد نحر الذبيحة وتقطيع اللحم يخلد الحجاج للراحة في انتظار تهيئ الطعام كان المكان يتكلف بعض الشباب الموكلة لهم مهمة الطبخ بإعداد المجامر وإيقاد النار لبدء عملية الطهي.
قبل أن ينضج الأكل لحيظات قبل موعد صلاة الظهر، يمشي فوج الحجاج في مسيرة يرددون خلالها أدعية الرحمة والاستسقاء. كان أمنوا بالله ماشي بهذا يعني الحجر ولا كذا، كان جيو يعني كان تلموا هنا كان طلبوا الله، كان جيو هنا نطلبوا الله يغيثنا بالمطار ولين اسمه هي اللي كانت تفقدنا يعني باش الناس ما كتقدرش تجي هنايا، هي اللي الطريق دابا ما راك تشوفها داك جايب معها واعره دابا تجيب الطوموبيل تقدر حسك ثاني ما كاش اللي غيث كل شي حاجه، هذا هي الهدف باش يعني الناس ما كاش ما الناس راهي كاين ليها وما ساكنين عندنا هنايا، كاين ساكنين عندنا في الدوار بقى باقي نعرف ديورنا هنايا ساكنين، كاين ناس اللي شادين هنا البلاد مع الواد مع الاخر، عندنا البلاد الزيتون عندنا المسائل، ولاني باش نطلعوا هنايا واعره شوي طريق واعره طريق ما عندناش، كان كاين طريق الناس كلشي تجي هنايا ما كانش اللي يبقى ما يجيش، كاين اللي ماشي ولد البلاد يقدر يجي هنايا المنطقة زينة، ولكن الطريق ما عندناش. لما نضج الطعام أخذ المكلفون بتوزيعه في ملء الصحون وبدأوا في تقديم الأكل للحجيج المجتمعين في حلقات ليشرعوا في تناوله هنيئا مريئا. ونتمنوا انه هذا المكان يكون واحد المحطه اللي هي محطه سياحيه ومحج ديني وروحي للجميع والتعريف به وتاسيس وبناء مجموعه ديال المرافق اللي يجد الانسان راحته ويجد الانسان مثلا استقراره في هذا المكان عندما يلجا اليه، لاننا كنعرفوا حاليا بانه ما كاينش مرافق ما كاينش حتى الطريق المؤديه الى هذا المحج غير موجودة، طريق جد وعرة وجد صعبة، وبالتالي نلتمس من الجهات المسؤولة واحد الالتفاتة وواحد العناية بهذا المحج اللي هو كيأدي واحد الخدمة اللي هي خدمة إنسانية وكيأدي واحد الخدمة روحية وخدمة دينية وكيغرس وكيمجموعة ديال القيم ومجموعة ديال الفضائل في النفوس ديال الزائرين إليه. آمين. ما إن ينتهي الزوار من الأكل حتى ترفع أكف الضراعة معلنة انتهاء مراسيم الحفل،
آملين أن يعيدوا إحياءه مرات عديدة حتى تدوم هذه العادة وتوطد أواصر المحبة والتضامن بين القبائل. إبان القرن الخامس عشر الميلادي إثر الصراع القائم بين المارينيين وبني عبد الواد، ساهمت الضربات التي تلقتها حاضرة توريرت في تراجع دورها بالمنطقة لتحل محلها مدينة أخرى شكلت إمارة مستقلة بذاتها، مدينة دبدو. تقع دبدو بقلب كتلة تكونها أعراف جبلية يسودها غطاء رسوبي تعود صخوره للزمن الجيولوجي الثاني، وهي معروفة بأجماتها وغاباتها وبوحشها ونباتاتها الطبية والعطرية. مدينة قديمة تأمل في نطق حروفها بعض الباحثين بحثا عن أصل تسميتها، فوجدوا ارتباطا بين اسمها واسم دافيد، ليرجحوا أن دبدو تحول لفظي لعبارة دافيد دو أو دافيد الثاني، اللقب الذي أضيف لدافيد كوهين اللغوي اليهودي ذو الجنسية الفرنسية الذي نسبت إليه المدينة. تذهب معظم الفرضيات إلى أن كلمة دبدو لها دلالة أمازيغية، شأنها في ذلك شأن توريرت والعديد من أماكن الشمال الإفريقي. قد تستمد اسمها من كلمة أباد الأمازيغية التي تعني الحاجز بين حوضين مسقيين، أو التي تطلق على نوع من الكثبان، وقد تكون مشتقة من كلمة أدبدوب التي تعني المحقن، إذ إن الذي يتمعن في الشكل الطبوغرافي للمدينة من أعلى نقطة مرتفعة بها يلاحظ شكلا مقعرا يشبه المحقن تحيط به الجبال من كل جنب وينفتح طولا على واجهة واحدة في اتجاه توريرت. هذه الفرضية نؤكدها أولا بمعطيات واقعية في الميدان، تواجد مجموعة من الأسماء تأخذ دلالة أمازيغية كتفرنت كتمزلف كتبرقوقين كمزوغ، وهي أسماء على سبيل المثال للحصر. أما المعطى الثاني وهو الذي ورد في المصادر التاريخية وعند الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا حينما أكد على أن دبدو مدينة أسسها الأفارقة وسكنتها قبيلة زناتا، وقبيلة زناتا هي قبيلة أمازيغية. إذن هذه المعطيات كلها تؤكد بأن تسمية دبدو لها دلالة أمازيغية. ترجع بعض الآراء أمر تأسيس مدينة دبدو إلى العهد الروماني، مستدلة بالخندق الذي يحيط بقصبتها من الجهة الجنوبية والذي يشبه إلى حد كبير ما كان يسميه الرومان بالليمس، وهو حزام واق يشكله خندق تتخلله شبكة من الطرق والحصون ومراكز الحراسة ومخازن التموين. ما قبل المرحلة المرابطية لم يكن لدبدو ذكر إلا في روايات شفوية يصعب التأكد من صحتها، مفادها أن مسجد إشبيلية المتواجد بدبدو قد بناه الأدارسة، فيما عدا ذلك لم يرد ذكرها إلا في القرن الرابع عشر على لسان ابن خلدون حين أشار أنه لحق بأصحابه بجبل دبدو لما تمت مطاردته واعتراض سبيله من قبل جماعة من بني يغمور.
وذكرت المصادر التاريخية أن دبدو لم تسلم من ضربات بني عبد الواد خلال صراعهم مع المارينيين، حيث هاجم أبو حمو التلمساني أميرها محمد بن زجراز سنة 1364 للميلاد. في العصور الحديثة هناك دلالات في الكتابات الفرنسية تشير إلى أن المنطقة كانت تابعة إداريا لفاس وتازة، فقد أشار شارل دوفوكو أن مسلميها كانوا خاضعين لباشا تازة، بينما كان يهودها تابعين لعامل فاس. بداية القرن الماضي وخلال سنة 1924 قررت الإقامة العامة الفرنسية خلق مقر لدائرة المراقبة المدنية بتوريرت، وأنشأت ملحقة له بدبدو. انتمت إليها قبائل كبيرة كأهل دبدو والزوا ولاد عمرو التي تمثل قبائل دبدو إلى اليوم، والتي تنضوي تحت لوائها فخدات ودواوير كثيرة. إنها دبدو، المدينة التاريخية التي تسير ببطء وثبات، التي تتزاحم على ذاكرتها الأحداث والذكريات، واسعة الآفاق، كثيرة المؤهلات، المدينة التي تعد بالكثير لو استغلت كل خيراتها. أوديتها، جبالها ومغاراتها، تضاريس تثير إعجاب الزوار، ومآثرها معالم تدعو لاستحضار الماضي وفهم الأخبار. غاباتها، عيونها، مناظرها كنوز من شأنها أن تجعل منها منطقة سياحية تتمتع بالاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي. فسلام لك يا دبدو، يا قلعة تأبى الذل والهوان، يا روضة يهيم بسحرها الفنان، يا معقل التاريخ، يا أرض التعايش والسلم والأمان.